السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نكتب تكست في برنامج الاول بلان. اول حاجة اعملها ان انا هدخل في فينيش، الاقي هنا كود اكسس، ولاقي هنا التكست، اقول له هوريزونتال تكست، فهبدأ اكتب النص العادي بتاعي. اول ما اضغط بيقول لي عايز تكتب ايه، هقول له مثلا بيم اريبيا، تمام اهو. واي مكان هتدوس فيه هينقل لك الكلمة ديت، واول ما تخلص هتقول له اوكي، فتبدا الكلمه تظهر معاك بالشكل ده. ممكن اقول له انا عايزها فيرتيكال، واختار النقطه اللي عايز الكلمه تنزل فيها واكتب له الكلمه واقول له اوكي فتظهر معايا بالشكل دوت. ممكن اقول له الاين تكست واعمل اتجاه التكست تبقى عامله ازاي، يعني تبقى مايله مثلا وكده، وابدا اكتب الكلمه اللي انا عايزها تظهر معايا مايله بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايز تكست ليدر، واروح مختار الكلمه بتاعتي واختار الليدر بتاعي وادوس اسكيب. طيب لو جيت علمت على التكست ديت ونقلتها من هنا لهنا، هتلاقي برضو الليدر اتحرك معايا. ممكن اقول له تكست ويز نمبر، تمام. ابدا اشوف بقى طريقه الترقيم، يعني مثلا عايز ابدا مثلا من رقم 13 مثلا، تمام، وعايز ابدا مثلا اطور الرقم بتاعتي مثلا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. طب بدل كلمة نمبر دي انا عايزها تبقى كلمة تانية مثلا روم 1 روم 2 وهكذا.